مشاهدينا الأعزاء، نتابع وإياكم جولتنا اليومية عبر مقالات الصحف المحلية والخليجية والعربية في برنامجكم طبعة المشاهد. نبدأ بالعناوين: الانتماء الوطني ضرورة للحفاظ على الوحدة ومواجهة التحديات، خطر الأحياء العشوائية وجهود مكثفة لإعادة تطويرها وتأهيلها، مشاريع عملاقة لتنمية قناة السويس المصرية. بداية من صحيفة الحياة، تحدث الكاتب عبد العزيز الحارثي في عنوانه الهدم على نية البناء، قائلا: بلا شك جميعنا نريد الخير لهذا الوطن، فنحن نخاف على وطننا ولا نخاف منه. هناك من ينتقد عمل المسؤولين، وبعضنا يطالب بحقه الشرعي من تعليم وصحة وتحسين في مستوى الخدمات، وهناك فئة تعترض على الفساد في المستشاري في مؤسسات الدولة وتضع يدها بيد ديوان المراقبة العامة وهيئة مكافحة الفساد، والأمل يحدهم بأن يجتث الفساد من جذوره. فتخيل أن تخرج من بيتك ولا تعلم هل سترجع إليه أم ستدفن خارجه، أو هل سأرجع وألتقي بأبنائي أحياء أم تحت الأنقاض. وأسئلة كثير ستدور في بالك الآن، فقط إذا تمعنت بعقلك كيف تدور الأحداث من حولك. إذن القاعدة تطالب أو نطالب الوطن بحقوقنا تحت سقف المحافظة على لحمته ومكتسباته وعدم هدمه. إلى صحيفة عكاظ، كان حديث الكاتب سعيد السريحي عن نشأة العشوائيات وغفلة الأمانات، حيث ذكر أنه لا تكاد مدينة في المملكة تبرأ من وجود أحياء عشوائية فيها، وهي أحياء لا تفتقر إلى التنظيم فحسب، بل تفتقر أيضا إلى كثير من الخدمات، كذلك فضلا عن تدني مستوى النظافة فيها وتحولها إلى مناطق لجذب المقيمين، إقامة غير نظامية وبؤر الجريمة. وإذا لم يكن هناك لابد من اتخاذ خطوات جادة لتصحيح وضع كثير من مدننا التي تعاني من العشوائيات، ورفع المعاناة عن سكانها وتطهيرها من أن تكون مأوى للمخالفين وبؤر للجريمة، فإن على الأمانات والبلديات أن تدرك أنها تقوم بتصحيح أخطائها وتدفع ثمن غفلتها حين كانت تلك العشوائيات تنشأ وتتوالد على هوامش المدينة وتحت نظر المسؤولين، فهي فيها دون أن يحول أحد منهم دون ذلك. من صحيفة الاقتصادية، بيئة الاستثمار في المدينة المنورة، للكاتب عبد الرحمن العليان، حيث قال: أعلن الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة حزمة من البرامج التي تهدف إلى خدمة الاستثمار في المدينة المنورة. ففي ربيع الآخر لعام 1435 دشن الأمير المنتدى الاستثماري للمنطقة وكون مجلسا استثماريا للمنطقة، كما أعلن إنشاء شركة نماء المنورة التي ستطلق حزمة من المبادرات والبرامج لمشروع صنع في المدينة ولدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما أنه وفي 21 من رجب الماضي استقبل فريقا من البنك الدولي لدراسة بيئة الاستثمار في منطقة المدينة المنورة وتقديم توصيات لتحفيز الاستثمار. هذه المبادرات النوعية رائعة، وأتمنى أن تكون لها أثار طيبة على بيئة الاستثمار في المدينة، ولكنني أعتقد أن هناك أمورا أساسية ينبغي العناية بها لإحداث نقلة نوعية فعلية في بيئة الاستثمار في المدينة المنورة. من صحيفة الاقتصادية إلى صحيفة الوطن، حيث كتب علي العبدلي مقالا بعنوان أنا وصديقي والمجتمع، ذكر فيه أن الخطاب الديني والثقافي دور في ترابط المجتمع وتماسكه بمختلف مكوناته. فأنا وصديقي لم نجعل اختلافنا المذهبي عائقا في توطيد الصداقة بيننا، بل نرى أنفسنا أبناء وطن تجمعنا هويته التي اتحدنا بها، نقبل بعضنا البعض بعيدا عن إفرازات التحريض
الجديد. والجميل أننا ما زلنا نتجاهل كل ذلك الاحتقان الذي خلقته تلك الإفرازات. هكذا هي علاقتنا المجتمع بمختلف التوجهات والمذاهب والميول بحاجة إلى استثمار ذلك التعدد في التقارب بين متغيراته وإيجاد الوعي والاعتدال في خطابنا الديني والثقافي، وأن نجسد ذلك الاختلاف في إيجاد التوافق وتعزيز مفاهيم الانتماء تجاه الوطن بعيدا عن التأجيج وتوليف ذلك التعدد ضمن نسيج واحد يصبح فيه الوطن هويتنا. من آخر الصحف المحلية صحيفة الرياض، تحدث الكاتب عبد العزيز الذكير في عنوانه هناك من يحتاج إلى العون المعنوي قائلا: هذا التوجه الذي لا أشك في سلامة معناه ومبناه وسمو أهدافه ومراميه يقوم به جماعة إما ليظهروا ما بهم من نعمة وليجعلوا الغير من موظفين ومستشارين يشاركونهم النعمة هذه، أو لتخليد اسم فاعل خير يعزونه ويرونه وجوب البر به وتمييزه ذكراه كما يظهر من أسمائهم من أنها تعني المبرة وهدفها العام المحبة أو حب المرء لأخيه في الإسلام أولا والعروبة ثانية والإنسانية ثالثا. وأريد هنا أن أصل إلى جانب مهم من جوانب حياتنا، فهناك إحساس خفي بصعوبة إجراءات الإفراج عن فئة ممن أتموا فترة العقاب داخل السجن، وقيل أن أنها نفس الإجراءات مهما كبر أو صغر حجم الإثم والعقاب. وللتعليق على مقالات المحلية اخترنا لكم من صحيفة عكاظ مقال نشأة العشوائيات وغفلة الأمانات، ويسعدنا أن نستضيف عبر الهاتف الكاتب والناقد الأستاذ فهد الصالح. مرحبا بك أستاذ فهد. أهلا وسهلا بك أستاذ فهد. ظهرت الأحياء العشوائية ظاهرة تكاد تظهر في جميع مدن المملكة، والتي حاولت الدولة كثيرا أو جاهدة القضاء عليها وإعادة تنظيمها. كيف تصف لنا حجم معاناة قاطني تلك المناطق والأحياء العشوائية؟ بداية أرحب فيك وبالسادة المشاهدين. ثانيا طبعا موضوع الأحياء العشوائية موضوع هام جدا حقيقة، ويجب تركيز الضوء عليه لأهميته ولتأثيره المباشر على الناحية الأمنية والمجتمعية. لعلنا نعود إلى مفهوم العشوائيات السكنية، وهذا مفهوم واسع وغير ثابت يرمز دائما في معظم الأحيان إلى عدم توفر الحد الأدنى من الخدمات الأساسية في التجمعات السكنية، وهذا يعود لظاهرة النمو الحضاري المتسارع في مدن المملكة التي أنعم الله علينا بهالشيء. لكن هذه الظاهرة تكون نتاج سلبي لظاهرة الانفجار أو التوسع الحضري خلينا نسميه. طبعا له نتائج سلبية كبيرة حقيقة، وله مشكلات مستعصية، وأهمها تكون في الجانب الأمني. فهو غالبا يكون تكون تلك الأحياء العشوائية مولدة حقيقة للمجرمين وخلافه. أستاذ، ما مدى خطورة هذه الأحياء العشوائية؟ طبعا يعني هناك بعض الأحياء العشوائية التي يعني جاءت من نشأة المدن حقيقة عندنا. أنت تعرفين مثلا مدينة كمدينة الرياض لما وحد الملك عبد العزيز غفر الله لها المملكة و انتقلت الدوائر الحكومية لمدينة الرياض والأجهزة الحكومية، توافد عليها الكثير من المدن والمناطق الريفية ما حولها. فبعضهم ما كانت المدينة مستعدة حقيقة كتخطيطيا وعمرانيا أنها تستوعب هالكم الهائل والعدد الكبير، فظهرت بعض البؤر العشوائية. نعم مهندس فهد، البؤر العشوائية ما عولجت في حين حقيقة واستمرت، فنتج عنها حقيقة الآن بعضها يستخدمها العمالة الوافدة أو المخالفة حقيقة. نعم. وهؤلاء يعني يركزون أنشطتهم الإجرامية في تلك المواقع. نعم مهندس فهد، إلى ماذا برأيك يرجع استمرار وجود تلك العشوائيات بهذا الشكل؟ هل هو غياب التخطيط أم قصور من الجهات المسؤولة؟ بلا شك يعني هناك تأخر في وقصور في الجهات البلدية، كان من الأولى والأجدى حقيقة التعامل مع تلك
الأحياء العشوائية، وخصوصا التي ظهر تعدي عليها وهي أملاك عامة مثلا للدولة أو لأشخاص معينين. هناك أراضي لأشخاص معينين ومملوكة، ومع كذا تم التعدي عليها وقيام سكن صفيح أو ما شابهها فيها. هذا ينبغي أيضا أنه التعامل معها بشكل داد وشكل سريع من قبل الجهات المعنية من أجل معالجة وضعها. صحيح أنه كان هناك تأخر، بس أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تبدأ. إذا ما هي برأيك، أو عذرا عشان الوقت، المهندس فهد الصالح متخصص في التخطيط العمراني، شكرا لك. شكرا. والآن ننتقل وإياكم إلى أبرز ما جاء في الصحف الخليجية والعربية. ففي صحيفة أخبار الخليج البحرينية كان العنوان: وللمجتمع قيم روحية، للكاتبة وجدان فهد، حيث قالت: تبدع الشعوب حين تعيش أجواء الحرية، وحين تكون أكثر تسامحا مع الآخرين، وحين يكون العدل منتشرا والتلاحم حاصلا أن يحصل أي اختلال في المعادلة، فإن الشعوب تفسد وتبنى صفات لم تكن موجودة فيها من قبل، ولأن قيم البذل والعطاء وغيرها من القيم الروحية تكون غير مرئية، فينبغي على الإنسان أن ينظر إلى ما بداخله ويشرع في كنس الخوف من تفكيره، ويسرع إلى استبدال كلمة المستحيل بالممكن، والأهم من ذلك أن يستمر في سعيه لاكتشاف مواهبه، ويبحث عن البيئة الخصبة لإنمائها، ومهما حاول الآخرون ثني أغصانه وهبت عليه رياح عاصفة على السلام عليكم مشاهدينا. هذه حلقة تقنية جديدة بها الكثير مما يهمكم، وفيها تقنية جديدة تفتح آفاق السياحة التصويرية، نظام لكشف الكذب الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، كيفية اختيار أفضل غطاء لحماية الأجهزة، السلام عليكم مشاهدينا. هذه حلقة تقنية جديدة بها الكثير مما يهمكم، وفيها تقنية جديدة تفتح آفاق السياحة التصويرية، نظام لكشف الكذب الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، كيفية اختيار أفضل غطاء لحماية الأجهزة الإلكترونية الذكية، ألعاب الفيديو هواية أم احتراف؟
بمفهومها التقليدي تعني السفر والتعرف على بلدان وعادات مختلفة أو الاستمتاع بالطبيعة وحتى السياحة العلاجية، مروراً بالسياحة الفندقية والتي منذ سنوات كانت ربما مفهوم جديد على عالم السياحة والسائحين. اليوم أيضاً دخل مصطلح جديد من نوعه يحمل الكثير من الصور الجمالية، تقنية جديدة تفتح آفاق السياحة التصويرية. تطورت عملية التصوير بشكل كبير مع دخول ونضج التقنية، وذلك بتقديم برامج تحرير الصور وعروض الفيديو وتصميم الكاميرات الرقمية بدرجات دقة مختلفة والقدرة على إضافة المؤثرات البصرية والمرشحات المختلفة وحتى التقاط الصور البانورامية. إلا أن التجول بحرية وتخيل وجود المستخدم داخل محيط التصوير لا يزال خيالاً علمياً، على الرغم من تقريب الصور البانورامية له، ولكنها لا تزال تقدم الواقع على شكل بعدين. الفوتوسينث 3D وهي تقنية تظهر الأشياء من حول المستخدم إلى صور حقيقية مجسمة يمكن التجول عبرها وتقريب التصوير نحو العناصر وفق الرغبة، وكأن المستخدم يتجول داخل لعبة إلكترونية أو تصميم هندسي ثلاثي الأبعاد لفتح آفاق ما يمكن تعريفه بالسياحة التصويرية. ومن الممكن تطوير التقنية بشكل أكبر لتصبح أساساً لمعاينة المعالم الأثرية والسياحية في الكثير من البلدان، أو للكشف عن مبنى بعيد يريد المستخدم، أو التقاط الصور العائلية ومشاركتها مع الأهل الموجودين في أماكن متفرقة، وذلك لمشاركتهم الأجواء العائلية بأفضل تجربة ممكنة، وتصوير المعارض المختلفة أيضاً. وليس من البعيد التقاط صور لجميع المدن بهذه التقنية وعرضها في الخرائط على شكل يشابه خدمة جوجل ستريت فيو للتجول في المدن بحرية وحتى دخول المتاجر والمطاعم المختلفة. نظام لكشف الكذب الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي. يجري الآن تطوير نظام المعلومات لكشف الكذب على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في محاولة للتأكد من الشائعات التي تظهر على مواقع الإنترنت. وسيقوم النظام الجديد الذي طوره مجموعة من الجامعات الأوروبية وبعض الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات بتحليل البيانات لمعرفة مدى صدق الرسائل المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي. كما سيعمل النظام على معرفة ما إذا كانت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي المستخدمة في نشر معلومات خاطئة أنشئت خصيصاً من أجل ذلك الغرض. مشاهدينا، فاصل قصير ثم نعود لنتابع باقي فقرات حلقتنا. مرحبا بكم مشاهدينا من جديد. كيفية اختيار أفضل غطاء لحماية الأجهزة الذكية؟ الأجهزة الذكية والجديدة التي تملك شاشة لمس كبيرة تحتاج لحماية ممتازة لكي يبقى الجهاز على شكله الجميل والنظيف، وبالطبع الجهاز بهذا الشكل سيحتاج لحامي شاشة وهو عبارة عن قطعة بلاستيكية أو زجاج توضع على الشاشة، بالإضافة لغطاء حامي للجهاز يزيد من قدرته على مقاومة الخدوش والكسور. ولاختيار الغطاء الحامي الأفضل لأي جهاز إلكتروني، تأكد أولاً أنه يؤدي مهمته الأساسية وهي الحماية. عدم تعطيل مزايا الجهاز: مصقول وناعم من الداخل، قليل البروز عن مستوى الشاشة، عدم إعاقة مداخل ومخارج الجهاز، قابل للإزالة بسرعة وسهولة، عدم التأثير على شكل وجمالية الهاتف، عدم السماح بإدخال الغبار على الجهاز. مشاهدينا، أتمنى تكونوا استفدتوا من هذه المعلومات حول كيفية اختيار الغطاء الحامي للجهاز، ونتمنى لكم إن شاء الله أجهزة سليمة دائما. تابعونا في الفقرات القادمة مع حوار تكنو.
اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في هذه الفقره الجديده، واللي راح نتكلم فيها عن الالعاب الالكترونيه مع الاستاذ احمد بن محفوظ، احد المهتمين بالالعاب الالكترونيه. مرحبا بك استاذ احمد. يا هلا والله. استاذ احمد، لو تكلمنا بدايه عن الالعاب الالكترونيه، ما هي الالعاب الالكترونيه؟ العاب فيها انواع مختلفه موجهه لمختلف الاعمار، اكيد غرض رئيسي منها هو الترفيه. لو حبينا ناخذ منك تعليق على مدى انتشار الالعاب الالكترونيه داخل المجتمعات وبين الفئات العمريه. هو الفتره الاخيره نقدر نقول ان صناعه العاب الفيديو بشكل عام صارت اكبر من اي وقت مضى. جميل. بالتاكيد انتشار هذه الالعاب له اثار ايجابيه وسلبيه. لو حبينا نتكلم عن الاثار المتعلقه بالاطفال. بخصوص الاثار المتعلقه بالاطفال، احنا نقول ان ونعرف ان كل لعبه لها تقييم عمري خاص فيها يكون موجود على الغلاف نفسه. يعني بعض الالعاب يكون مكتوب عليها مثلا 7 11 او 12 مثلا، والالعاب مكتوب عليها 17، هذه تكون على حسب العمر. ان هذا الطفل مثلا المفروض يلعب اللعبه الموجهه له. احنا غلطه عندنا احيانا تصير، وشو انه يكون في عندنا طفل في البيت لكن يلعب لعبه مو موجهه لعمره اصلا، انه يلعب لعبه مثلا موجهه لاشخاص اعمارهم 18 سنه، بغض النظر يعني وش المحتوى الموجود في اللعبه هذه، ليش انه مو ويمكن ملعب. هذا هنا دور ولي الامر بانه هو يتاكد بالضبط من اقتناء اللعبه المناسبه لعمر اطفاله. بالضبط. وغير كذا مو بس الاب، احيانا تكون غلطه برضه من المحل نفسه اللي طفل ياخذ منه اللعبه. يعني عندنا مثلا في الخارج لما يجي طفل يبغى يشتري لعبه معينه، البياع يطلب منه انه يقدم له الاي دي عشان يتاكد كم عمر الطفل هذا، اذا كان فعلا يوافق اللعبه فيبيعه اياها. هنا تعرفين احيانا الطفل يروح اي محل يطلب لعبه حتى لو هي اكبر منه، يعني موجهه لفئه اكبر منه، البياع ما عنده مشكله يبيعها له. في عشوائيه شويه، لسه ما في قوانين فعلا صارمه. بالضبط. بخصوص الالعاب الالكترونيه، بس كمان يمكن من سلبيات الالعاب الالكترونيه يمكن فيها بعض الاشياء اللي تتنافى شويه او تتعارض مع عاداتنا وتقاليدنا، ما ادري اذا تتفق معي في هذه النقطه. هو فعلا فيه، لكن هذا الشيء ما نحصله بس في الالعاب الالكترونيه، يعني مثلا يكون موجود في الافلام، موجود في المسلسلات. ففي النهايه هي تعتمد على نقدر نقول التربيه، يعني اذا الطفل مثلا يعني كان يعني يلعب الالعاب هذه هو يعرف ان هذا الشيء غلط، ما اخذه بس لمجرد الترفيه، زي مثلا زيها زي ما يشوف مثلا فيلم او مسلسل، فما اشوف ان فيها هذه المشكله يعني. بس ما ادري، يمكن كمان في نقطه كمان مهمه جدا، وهي انه بعض الالعاب الالكترونيه فيها تحريض على العنف للاطفال، ويمكن في دراسات كثير صدرت في هذا المجال. هو في دراسات كثيره، لكن لو رجعنا للنقطه اللي قبل شوي اللي هو ايش، انه غالب من الالعاب هذه ما تكون فعليا موجهه للطفل. يعني لو نشوف مثلا اطفال من عمر 7 سنين وكذا، نحس ان الالعاب موجهه لهم العاب بسيطه. من 12 سنه مثلا نفس الشيء، حتى لو فيها عنف يكون شيء بسيط. يعني غالب الالعاب اللي تكون عنيفه فعلا موجهه من 18 وفوق. هذه اللي هو اصلا يكون خلاص يعني قادر انه هو يميز بين الواقع وبين عالم الخيال الموجود صحيح داخل اللعبه. خلينا ننتقل لمحور اخر، وهو عالم الالعاب الالكترونيه، كيف قدرت التقنيات والانترنت انها تساعد على انتشارها؟ انتشرت بشكل كبير نقدر نقول تقريبا من 2006 شيء زي كذا، لان بعض الاجهزه الان صارت تدعم اللي هو اللعب من خلال الشبكه. فمعظم الالعاب الان صارت موجوده تدعم اللعب المتعدد من خلال الشبكه، فنشوف انه ممكن انا هنا مثلا عايش في الرياض والعب مع شخص في جده مثلا، او حتى اشخاص برا السعوديه. فمختلف الالعاب مثل العاب كره القدم او العاب القتال او العاب الحربيه وغيرها، فهذا من اهم الاسباب والعوامل اللي ساعدت فعلا الالعاب الالكترونيه تنتشر بقوه خصوصا عندنا هنا في المنطقه. يعني نقدر نقول انه هذه الالعاب تعتمد على التواصل الاجتماعي، هي ليست فقط العاب الكترونيه. صحيح. يمكن هذه تكسر جانب العزله اللي موجود على العالم الالكتروني. بالضبط. يعني في بعض الالعاب مثلا، وانا حصل لي مثلا يكون العب لعبه ويصير مثلا انا اتنافس مثلا مع شخص من بريطانيا، صارت مثلا هذه، وانه بعد ما خلصنا يعني اللعبه وكذا كملنا عادي نتكلم مع بعض، كان يسالنا عن ثقافتنا هنا في السعوديه، يقول لي انه انتم عندكم يعني العاب الكترونيه كذا وكلكم تلعبون، يعني صرت اعطيك معلومات عنه وهو يعطيني معلومات عنهم وكذا، فيصير احيانا تعارف كذا وتبادل ثقافات على قولتهم. طب كيف تشوف انتشار الالعاب داخل السعوديه؟ هل في انواع معينه من الالعاب الالكترونيه هي اكثر انتشارا من غيرها؟ الالعاب الرياضيه اكيد هي رقم واحد. بعدها مباشره نقول الالعاب الحربيه، بعدين عاد تجي تصنيف الباقيه كلها. بس هذا هو واضح الاكثر شيء عليه تركيز عندنا هنا في المنطقه. ويمكن كمان لو تكلمنا عن الجانب المادي فيما يتعلق بالالعاب الالكترونيه، اعتقد في تكلفه برضو ليست برخيصه فيما يتعلق بالالعاب الالكترونيه والعاب الانترنت. اي، لانه الالعاب الالكترونيه خصوصا النسخه الاصليه نتكلم عنها اسعارها تقريبا تكون فوق ال 200 ريال. فمو الكل غالبا يقدر يوفر هذا السعر، خصوصا خلينا نقول الاطفال مثلا. لكن الالعاب اللي هي المنسوخه اسعارها تكون رخيصه جدا، لكن نعرف المنسوخ في النهايه احنا ما ندعم المنسوخ اكيد، يعني احنا ندعم سوق الالعاب الاصليه، لانه هذا الشيء برضه يرجع لفائده للموزع وللناشر،
وللمطور نفسه في النهاية، لأنه أكيد المنسوخ في النهاية يضر المطور نفسه إنه يسوي اللعبة ومو قاعد يكسب منها. صحيح. يمكن الآن دخلنا أيضا عالم جديد وهو عالم ألعاب 3D أو محاكاة الواقع، لو تقدر تكلمنا عن هذا الموضوع. أوكي. هو الشيء الكبير الآن اللي داخلين عليه في صناعة ألعاب الفيديو اللي هي الخوذ اللي يسمونها الفيرتشوال رياليتي، أو هي الخوذ اللي تلبسها وتشوف نفسك داخل اللعبة. جميل. يعني انتقلنا من محاكاة للواقع إلى انتقالك أنت إلى داخل اللعبة. اللعبة. طيب في مستقبل الألعاب الإلكترونية، هل نشهد صناعة ألعاب إلكترونية محلية؟ هل من الممكن؟ هل في مؤشرات لوجودها؟ في مبتكرين لألعاب؟ هي موجودة الآن، في مطورين سعوديين موجودين هنا في الرياض وفي السعودية بشكل عام، حتى في الخليج. وفي بعض الشباب فعلا قدموا ألعاب ووصلت يعني للغرب ويلعبونها، ونحصل يعني انطباعات إيجابية تجاه هذه الألعاب. لكن المشكلة حصلها المطورين هنا إنه ما في دعم كافي. هذه إيش اللي يحتاجه مبتكر ألعاب الألعاب الإلكترونية من دعم؟ يحتاج مثلا يكون معه فريق كبير، يحتاج دعم مادي أحيانا، يحتاج دعم إنه يقدر يروح مثلا يقابل مطورين مثلا في الخارج، يستفيد من خبرتهم من نصائحهم وكذا. أكثر هذه الأشياء إلى الآن مو محصرينها، هم جالسين يقدمون شغل ممتاز للأمانة يعني. فنقدر نقول إنه مع الوقت إن شاء الله نقدر نحصل يعني ألعاب لها ثقلها. إن شاء الله. إن شاء الله بنا. في الألعاب الإلكترونية أو ألعاب الإنترنت أكيد في مخترع للعبة أو مبتكر لها ومطور، وفي مستهلك. صحيح. أنت تنصح بأنه يكون الموضوع في نطاق الهواية والتسلية، لأنه في ناس تأخذ الموضوع بجدية أكبر من كذا. صحيح. لا هو أكيد إنه في النهاية هي وسيلة ترفيه، هي وسيلة متعة، زيها زي الأفلام، زي المسلسلات، زي مثلاً من تابع مباريات كرة قدم وكذا، هو يفترض أن أخذها يعني هواية مثل ما قلتي. هو ما يمنع أن الواحد مثلا ممكن يتعلق بلعبة معينة مثلا يصير يلعبها باستمرار وكذا، لكن ما توصل للجدية اللي ممكن يصير مثلا تصير مسألة حياة وموت بالنسبة للبعض يعني. بس في كمان لاعبين ماخذين الموضوع بجدية أكثر من اللازم، يعني في التزام ما بينهم، يلا الساعة الفلانية راح نبدأ اللعبة، التيم راح يكون مكون من فلان وفلان و إلى آخره. صحيح. تعليقك على هذا الموضوع؟ هو حلو لو كانت منظمة، بحيث أنه مثلا ما تخرب جدولك اليومي، خلينا نقول مثلا، بحيث انك اوكي مثلا تدرس او تشتغل، مثلا تروح مثلا تلعب رياضه مثلا في النادي، شيء زي كذا، الوقت الباقي مثلا ما في مانع انك. بس في الواقع انه ما في، يعني اكثر الاشخاص المتعلقين بالالعاب الانترنت او الالعاب الالكترونيه هم عندهم عزله، يعني هم تقريبا عايشين في عالم الكتروني، ما في تواصل بينهم مباشر وما بين الناس الا من خلال هذه الالعاب. هي تختلف من شخص لشخص، وتفي اي تقنيه كانت موجوده يعني في النهايه حسب استخدامك لها. يعني في اشخاص كثيرين اعرفهم شخصيا يلعبون العاب فيديو باستمرار ويهوونها يعني بشكل كبير، بس ما عندهم اي مشكله في التواصل الاجتماعي نقول مع غيرهم. ربما يؤخذ عليهم هذا الانطباع من الناس، يعني يمكن يؤخذ عليهم هذا الانطباع، لكن هم بالفعل لا يعيشون هذه العزله. بالعكس. إيه؟ مثل ما قلت. طيب لو حبينا نتكلم عن الالعاب الالكترونيه، ويمكن حنرجع لمحور سابق وهو التكلفه. حلو. الالعاب الالكترونيه انت ذكرت انه سعرها قد يصل الى 200 ريال، هذه النسخ الاصليه طبعا. إيه؟ منها، لكن في العاب ايضا يتم شرائها عن طريق الانترنت او عبر. صحيح. حسابات رقمية. معينه بنكيه رقميه. اي ايش تعليقك عليها؟ هل هذه فيها؟ تفضل تفضل. هو صارت موجودة الآن تقريبا، هي برضو هذه من الأشياء الجديدة اللي صايرة الآن مؤخرا في كل الأجهزة تقريبا، أنك صارت تقدر تشتري الألعاب رقميا. يمكن هل في أيقونة معينة بالضغط عليها مثلا تقدر أن أنت تحدد فئة عمرية معينة؟ تقريبا. إيه. هي تختلف على حسب المصنع نفسه، مثلا مايكروسوفت، سوني، أبل، فهي الغالب أنك تروح على الإعدادات تبحث عن رقابة أو شيء تحكم والدين حاجة زي كذا، فمن هناك بتحصل انه يوك دخل باسورد، فيكون الاب او الام هو اللي عنده الباسورد هذا مثلا، لازم ما يعرف الطفل اكيد، فيقدر يدخل الباسورد هذا، بعدين يحدد مثلا انه اي مثلا تطبيق، مو بس لعبه، حتى لو تطبيق في الجهاز مو ملائم مثلا ولين سن معين، اوكي مثلا اقل من كذا ما في مشكله انه الشخص يقدر يشتريه، اكثر من كذا بصير يطلب انك تدخل الباسورد. بالنسبه لمواقع التواصل الاجتماعي، هل تعتقد انها خدمت الالعاب الالكترونيه؟ ايه خدمتها كثير، مثل تويتر، فيسبوك وغيره. مثلا في برضه خدمه ثانيه اسمها تويتش، اللي هي برضه انك تعرض فيديوهات من لعبك لغيرك، زملائك الباقيين يقدرون يشوفونها. صار في منافسه اكثر، صار في انهم يتبادلون معلومات بشكل اسرع وافضل، وكمان في تنافس انك احيانا مثلا تلعب لعبه معينه مثلا توصل لرقم معين، مثلا تحطم رقم جديد بينك وبين اصحابك، فيبين مثلا في فلان مثلا قدر انه يحطم رقم فلان زي كذا.
يمكن هذه كمان هي اللي قاعدين نشوفها اكثر شيء على قنوات اليوتيوب المختصه بالمهتمين بالالعاب الالكترونيه عبر الانترنت. ايه موجوده كثير على اليوتيوب. لو حبينا نتكلم ايضا عن الالعاب الالكترونيه تعتمد على الحركه، في بعض الاجهزه تعتمد على الحركه. انت كمستخدم أي انواع اجهزه تفضلها اكثر من غيرها؟ هل تعتمد على يد التحكم او اللي فيها حركه اكثر؟ هو غالبا يد التحكم، لانه هذا شيء كلاسيكي نقدر نقول من زمان، فكثير اللاعبين خلاص تعودوا عليه، يفضلون انهم يلعبون الالعاب باستخدامها هي. لكن في العاب ثانيه تكون تجربتها افضل من خلال مثلا وسائل اللعب الاضافيه هذه. شكرا لك استاذ احمد بن محفوظ على هذه المعلومات القيمه فيما يخص الالعاب الالكترونيه. الله يعافيك. الشكر موصول لكم ايضا مشاهدينا. في ظل وجود هذا الزخم من الألعاب الإلكترونية والإنترنت، تبقى الأهم هي مراقبة الأهل. ابقوا معنا لمتابعة المزيد والمزيد في الفقرات التالية. مرحبا بكم مشاهدينا، وفقرة أخيرة نختتم بها حلقتنا وهي سؤال أصدقاء تكنو. رأيك في الألعاب وتطبيقاتها في الهواتف الذكية؟ الكثير منا يستخدم الألعاب الإلكترونية عن طريق أو تطبيقاتها عن طريق الهواتف الذكية. أصدقاء تكنو سألناهم هذا السؤال وكانت إجاباتهم: عبد الله، رائعة وأحرص على متابعة جديدها أول بأول. حسن، مكلفة ومضيعة للوقت بشكل كبير جدا. أما خالد، بعض الألعاب جدا رائعة والبعض فيه استغلال مادي بشكل كبير. ربما يقصدون هنا الألعاب التي يكون فيها شراء لبعض المراحل بعد اجتيازك لمراحل أولية، لاستكمال هذه اللعبة يجب عليك أن تشتري باقي مراحلها. نورة، رائعة وتساعد على قضاء وقت الفراغ. إبراهيم، أعتقد أنها مميزة ولقد لاحظت أنها مصنفة بالأعمار ومسلية جدا. هذه معلومة كمان جيدة، أنه بعض الألعاب تقدر تختارها عن طريق تحديد الفئة العمرية للشخص أو للمستخدم. عبير، مسلية جدا ومتجددة وقد تقضي معها وقت ممتع. أنس، مسلية وممتعة ولكن يجب اختيار الأكثر إفادة منها ولا تكون فقط مجرد مضيعة للوقت. ربما أنس وكثير كمان من المشاهدين يحبوا أنهم يختاروا ألعاب فيها تكنيك معين لتحقيق النجاح أو لا تعتمد على تضيع الوقت فقط، يمكن يكون فيها استفادة من معلومات أو تطوير للعقل. مشاهدينا، مع هذه الفقرة انتهت حلقتنا. تابعونا في الحلقات القادمة في أمان الله.